ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله مساءكم بالخير والمسرات. كيف حالكم يا عيال؟ عساكم طيبين. رجعنا فيديو جديد مع لعبه كينج تو او كروسايدر او كروسادير كينج تو. طبعا اللعبه جدا خرافيه من انتاج شركه بارادوكس. طبعا الامانه يمكن اغلبكم بيتفاجئ بيقول يا ولد كيف اللعبه هذه ما مرت علينا؟ مستحيل ما مرت علينا. ف طبعا احنا المسؤولين عن الشيء ده. القنوات الالعاب الاستراتيجيه هم المسؤولين انهم يوصلوا لكم الاشياء اللي زي كذا. هذه مسؤوليتنا احنا، يعني انتم مالكم الا يجيكم محتوى كويس ومحتوى يناسبكم باذن الله، وانتم ما عليكم الا الدعم والاشتراك والاشياء الحلوه، هذه عليكم انتم. خلوا الاشياء هذه على. طبعا اللعبه جدا خرافيه عيال. انا شفت اللعبه هذه، طبعا اللعبه نازله من 2013. طبعا انا قلت انا يا اخي غريبه كيف اني ما كيف ان هذه ما مرت علي، يعني من 2013 الى الحين ما انتبهت لها، معقوله؟ ولكن يمكن في الامر خيره، يمكن ان اللعبه ما صار لها دعايه ذاك الزود، يمكن ما صار لها دعايه ذاك الزود، يمكن لعبه اتيلا ماونتن بليد غطت عليها والناس صاروا يحبون الالعاب ديك، او يمكن اللعبه انها ابو كلبيه فعلا وما حد يبيع. لكن انا من رايي الشخصي انا اعطي اللعبه هذه 10 من 10، اللعبه جدا جباره بكل ما تعنيه الكلمه. طبعا انا لعبت خلف الكواليس، حاولت اتعلم اللعبه، طلعت صعبه يا ولد. يمكن صعوبتها هي اللي مخلي الناس تكرهها شوي، او يمكن صعوبتها هي اللي مخلي اغلب الناس اللي مروا عليها انهم يطفشون منها كذا ويبعدون عنها، ولكنها جدا خرافيه وخطيره بكل ما تعني الكلمه. طبعا اللعبه تحاكي العصور الوسطى، نفس نظام اتيلا توتال وور، يعني اقرب شيء لها اتيلا توتال وور ومونت بليد، يعني نفس الفكره ونفس الهنا لكن باختلاف ثاني. طبعا اللعبه مشابهه للعبه هارتس اوف ايروين بشكل فظيع. عكس هارتس اوف ايروين، هنا المابات افضل، هنا المابات افضل، هنا الجرافكس جدا خرافي، كل شيء خرافي هنا، ولكن نوعا ما كتاباتها بعيده وصغيره وشيء، يعني فيها حاجات فيها عيوب بسيطه ما تذكر ولا تعتبر شيء، يعني نوعا ما العيوب هذه ما تعتبر شيء لان اللعبه جدا خرافيه. طبعا اللعبه هذه بتكون جدا جدا مناسبه للناس اللي يحبون هارت سفيرون. انتوا يا الناس اللي تحبون هارت سفيرون هذه بتصلح لكم اللعبه من جد، يعني صراحه بتصلح لكم بقوه بعد. فانه تكون اللعبه نفس نظام هارت سفيرون ونفس المابات ونفس كل شيء، ولكن بمود قديم، انا اشوف انها جدا فكره خرافيه بكل ما تعني الكلمه. فخلونا اول شيء نستكشف اللعبه ونشوف. طبعا ما راح العب فيها لانه انا هذا بس تريلر او اعرفكم عن اللعبه او عشان تشوفونها وتعرفونها. طبعا نضغط سينجل بلاير ونستكشف اللعبه. طبعا في حاجه نسويها، انا نسيت اسويها لانه فيها ميوزك، قسم بالله يا شيخ خليك تبكي، فيها ميوزك فظيع يا عيال، الله فيها ميوزك يا ولدي خليك تبكي من جد، يعني ميوزك خرافي خرافي بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا في حاجة ثانية حاب اقول لكم، زي ما تشوفون هنا لا ما يمدينا نسويها الحين ولكن بنسويها بعدين ان شاء الله. طبعا خلونا نشوف اول شيء وش الفترات او وش طور اللعب فيها. طبعا فيها تقريبا 5 اطوار وكل طور يختلف عن الثاني. طبعا فيها في القرن السابع ميلادي، انه طبعا وش بيكون فيه القرن السابع ميلادي، بيكون فيه تقريبا 4 دول مسيحيه ودولتين اسلاميه. طبعا بيكون فيه عبد الرحمن الداخل، وبيكون فيه المنصور. طبعا بيكونون في المنصور، ما ادري وين بيكون مكانه صراحه، ولكن مكانه اغلب شيء بيكون في وين منت عيال، خلونا نقصر على الميوزك معليش. يعني زي ما قلت لكم القرن السابع ميلادي بيكون فيه 3 دول اللي هو شارلمان و كارلومان الاول و ديسايدريوس اوف دي لومبارد. وبيكون فيه عبد الرحمن الداخل، وبيكون فيه المنصور المسلمين، بيكون فيه كريشنا الاول. طبعا على الديانة المسيحية، هذا على الديانة المسيحية، هذول مسلمين وهذول برضو مسيحيين.
طبعا نطلع من القرن السابع ونروح للقرن الثامن. طبعا القرن الثامن بيكون فيه الفايكنج بلا شك. طبعا بيكون فيه برضو تقريبا، لا القرن الثامن بيكون فيه خمس دول مسيحية ودولة إسلامية. طبعا الدولة الإسلامية بيكون المعتز هذا صراحة ما أدري وينه. المعتز بيكون خليفة في القرن الثامن وعمره 16 سنة. طبعا هو سني. ورد عباس في العباسية، الخلافة العباسية. طبعا نطلع من المود هذا ونروح المود العاشر، القرن العاشر ميلادي. طبعا بيكون فيه برضو هذا ايش هذا هذا ما ادري عنه صراحة، اول مرة اسمع فيه. ولكن بيكون فيه اربع دول برضو وبيكون فيه دولتين اسلامية. طبعا الدولة الاسلامية هذا اسمه المستنصر بالله وألب أرسلان، هذه الخلافة العثمانية، هذه الخلافة العثمانية عيال في الدولة السلجوقية. ألب أرسلان في الدولة السلجوقية ما إذا ما خاب ظني. ولكن المنتصر بالله بيكون خليفة، وين هي واز بيكون خليفة وعمره 6 سنوات. والله غريبة. طبعا برضو ألب أرسلان قريت جراند سون اوف ذا سلجوق اند واز بون محمد بن داوود. طبعا في الدولة السلجوقية رب ارسلان. نرجع نطلع من القرن العاشر ميلادي عيال ونروح للقرن الثاني عشر ميلادي. طبعا بيكون فيه برضو هنا محمد الثاني اوف ذا الخوارزمي اوف خوارزم، هذا ما ادري ايش اسمه، التومش دلهي. برضو هذا جنكيز خان. جنكيز خان ليش منقول ينباير؟ هذا جنكيز خان. طبعا هذه ايام هذه بتكون يعني اشياء كثيرة. طبعا هذا بيكون في الهند نوعا ما، وهذا بيكون في بغداد، هذا برضو بيكون في فلسطين، هذا بيكون في فريدريك الثاني، بيكون في اوروبا. وطبعا هذا شو اسمه فرناندو الثالث بيكون في اسبانيا. طبعا نطلع من القرن من الثاني عشر ونروح للقرن الثالث عشر اللي هو اخر شيء. طبعا ادوارد الثالث بيكون وين؟ بيكون نوعا ما في بريطانيا او في المانيا. او فيليب السادس طبعا بيكون في فرنسا. طبعا كازمير اوف ذا جريت نوعا ما بيكون في رومانيا او في الدولة البيزنطية، شكله بيزنطي. ورهان عثمان بيكون في تركيا بلا شك. وزبك خان بيكون في دولة أوزبكستان او شيء زي كذا، او تركمانستان. محمد بن تهلوقي او تقلوقي ما ادري وشو، بس بدل انه بيكون في دولة السند، شكله هندي او باكستاني او في افغانستان بالعربي، احتمال انه بيكون في افغانستان. طبعا خلونا مثلا ناخذ لا 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 لا, لا. خلونا ناخذ ألب أرسلان وخلونا نبدأ جيم. طبعا هنا خيارات صعبة جدا يبغى لكم تركيز فيها. وبرضو وش يمدينا نشوف. طبعا بتشوفون توكم ما شفتوا شيء، توكم والله ما شفتوا شيء. هذه يعني تقريبا 1.99 من الباقي اللعبة. يعني اللعبة جدا يا ولد لخبطة، قسم بالله لخبطة بشكل ما تصورونه. فطبعا زي ما تشوفون يا عيال يمديكم تغيرون الماب. طبعا هذه الدولة تبعي، هذا ألب أرسلان. طبعا بيكون موقعه في وين فيه؟ معقولة بيكون في إيران؟ ألب أرسلان بيكون في إيران. إيه بيكون في إيران قبل تقوم الدولة الإيرانية، هذيك في أيام الدولة السلجوقية. طبعا خلونا نطلع من هنا وخلوني أوريكم وش اللي بيصير. طبعا انا ما راح اشرح لكم الاشياء دي لانها جدا لخبطة وتاخذ وقت طويل، يبي لكم فترة طويلة على بال ما تعرفون. لكن زي ما تشوفون الدولة اللي بالاخضر هذه، هذول المسلمين في شمال افريقيا وفي مصر وفي السعودية وفي برضو في الدولة السلجوقية.
البيزنطيين ماخذين ذيك الايام، انا ما اعتقد ما كانت ما بعد فتحت تركيا، ما بعد فتحوها المسلمين، علشان كذا هم اعتقد ماخذين لبنان وماخذين جزء من سوريا وايضا ماخذين تركيا كلها، هذه الدولة البيزنطية. طبعا البيزنطيين الاتراك هم اللي فتحوا اسطنبول على فكرة، المسلمين فتحوا تركيا ولكن وقفوا هنا، وقفوا عند اسطنبول بس. الاتراك الخلافة العثمانية محمد الفاتح، سموه محمد الفاتح لانه فتح بيزنطة، بيزنطة اللي هي اسطنبول. بيزنطة كانت عاصمة المسيحيين يا رجل في القرون الوسطى، كانت يعني زي ما تقول مكة عندنا الحين، كانت زي القلب عندهم يعني، كانت هي منبع الصليبيين او شيء زي كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بشر، قال بيفتح بيزنطة او تفتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول، فلنعمة ذاك الامير ولنعمة ذاك الجيش، يعني بشر فيها الرسول، هذا اكبر وسام فخر للدولة العثمانية او الاتراك يعني. طبعا زي ما تشوفون هنا برضو يعني فيه المسلمين هنا في جنوب اسبانيا، ولكن واضح انهم خسروا كثيرين، ما ادري هل خسروا او باقي توم ما بعد يعني فتح المناطق دي، ولكن انها صراحة. والدولة الفاطمية في مصر، طبعا ما ادري الدولة الفاطمية هل هم سنة او شيعة، ما ادري صراحة يعني، هي ما فرقت سنة او شيعة، ما فرقت يعني، ولكن انه يعني شيء خرافي. الموت جدا عجيب، ولكن عكس هارد صفر، وما يمديك تحرك بالماوس، يمديك تحرك الشاشة بالماوس كذا، تقدم وتوخر مثلا. المدن شكلها نوعا ما ابو كلب يعني، صغيرة مرة يعني، من جد يعني كيف اشوف المدينة؟ وش المدن هذه يا ولد؟ وش الحتات هذا؟ هذا حتات يا ولد، مو مدينة، صوت كلب. انا يلا اشوف المدينة تطلع لي صوت كلب الحين بعد. الله معد الله. ولكن والله شيء عجيب. وفي دولة هنا برضو، في دولة ايسلند، ما ادري وش جوهم ايسلند، ولكن هنا انجلند، فرنسا يا رجال. من طبعا هذه الدولة الالمانية او الدولة ما ادري وش يسمونها، رومان امباير، هولي رومان امباير، في هنغاريا وبولندا طبعا. وش برضو باقي؟ سومانيا اقرب لها نوعا ما. طبعا هذه دولة، هذه ما يمدينا نلعب فيها والله اعلم نوعا ما، ولكن انه في ناس برضو كزنافيد، وش الدولة هذه؟ ما ادري صراحة، الاسماء اول مرة تمر علي الامانة صراحة، في اسماء من جد يعني اول مرة تمر علي، ولكنهم يعني مسلمين يعني، الدولة السلجوقية كانوا مسلمين. عموما بس هذا يعني، انا ما بيطول عليكم في الحلقة، ولكن اللعبة هذه جدا لعبة خرافية يعني، انتوا اللي بيحملها تحصلونها في ستيم، يمديك تشتريها ويمديك تلعب فيها وتستكشف. طبعا اذا تبوني انزل عنها قولوا لي، اذا تبوني انزل عنها يعني وش اقول لكم صراحة، ما ادري وش اقول لكم يعني، اذا تبوني انزل عنها وصلوها 300 لايك بنزلكم سلسله تختيم عنها، اذا تبوني العب فيها. الامانه لانها لخبطه ويبيلها وقت طويل، ويبيلها وقت يعني، واضح انها يا رجال اقوى من حتى ماونتن بليد، اصعب منها، واصعب من هارتس اوف ايرون برضو بعد. هذا الموضوع زي ما تشوفون الازرار هذه، كل زر له دور، الزر هذا طلع لك مثلا فئة معينة، الزر هذا يطلع لك المسلمين يعني في العالم، المسلمين اللي بالأخضر هذا كله، الزر هذا مثلا يطلع لك إيكونومي نوعا ما، أنا ما أدري وش معناه، ولكن إنه كل زر له فائدة معينة بالعربي، كل زر له فائدة معينة. طبعا هذه التحالفات زي ما تشوفون هنا، هذا الصليبيين بالأزرق، المسلمين بالأخضر، هذول المغول، الظاهر انهم المغول يا عيال، هذول هم المغول اللي باللون الاصفر
اللي باللون هذا البني الفاتح، ما ادري وش هو، ما ادري وش هو صراحه يعني، او دوله فاضيه يمكن، فاضيه ايش حاجه فاضيه وش زي كذا. طبعا في اشياء برضو في لخبطه هنا، هذه المدينه عندك، ويعني الحاجات اللي تصلحها انت هنا برضو. هذه نوعا ما الوزارات، هذه الوزارات عندك تيك تعدل فيها، فيها بلاوي اقول لكم، اللعبه جدا لخبطه يا رجل. انا حاولت اركز على شيء واحد ماني قادر، والله ماني قادر، يعني يبي لي اقل شيء شهر عشان اتعلم حاجه بسيطه فيها. فاتمنى انكم استفدتوا منها، وزي ما قلت لكم تبوني انزل عنها، صراحه ما لي نفس انزل عنها، لكن اذا تبون وصلوا 300 لايك وباذن الله راح ننزل لكم عنها سلسله ان شاء الله في القناه. يلا نشوفكم الحلقه الجايه، هم الله.